احنا كترابط مع الصحافه دخلنا في متابعه مفتوح ومقاطعه للمقاطعه للامتحانات في المعهد يوم الثاني من الاعتصام والمقاطعه. الاعتصام البارح واليوم شهد نسبه نجاح بنسبه 100%، يعني مقاطعه كامله للامتحانات والدروس. الخطوه اللي دخلنا فيها احنا هي بدات تلبيه للي دعم ومسانده الحركه الطلابيه اللي موجود في امريكا اليوم دعما للقضيه الفلسطينيه، وكيف التحركات اللي قاعده تصير في تونس ولا في العالم العربي هي اغلبها كانت تحركات في شكل مسيرات او وقفات لعدد ساعات. احنا اخترنا انه الدعم هذايا يكون باعتصام في مقر المعهد ومقاطعه الدروس والامتحانات، لانه نحن في معهد الصحافه مانيش مشمولين فقط بمشكله الدعم، لا احنا عندنا اداره معهد تتعامل مع منظمات داعمه للكيان، مع منظمات تقريبا صهيونيه، منظمات عندها علاقات مشبوهه مع الكيان. مطالبنا كانت واضحه من اداره المعهد انه هي تلغي اي علاقه تربطها بالمنظمات هذه وتتعهد كتابيا ورسميا بانها ما تحاولش في الاعتقاد اللي هي في المستقبل انها تربط روحها باي علاقه مع اي منظمه، حتى لو كان يكون عندها مجرد شبهه علاقه بالكيان او مكتب في اراضينا المحتله في فلسطين. فما اجتماع مجلس علمي اليوم الصباح، مبدئيا اللي خرجنا به هو انه الاداره موافقه على مطالبنا. طلبنا اعتذار رسمي لشخص مديره المعهد وتحميلها المسؤوليه اخلاقيا واداريا على خلينا نسميها على المهز لهذه والتطبيع الاكاديمي اللي موجود في معهد الصحافه. مبدئيا هي موافقه، نحن طلبنا اعتذار باسمنا احنا كطلبه كيف زملائنا الفلسطينيين، لانه معهد الصحافه في عدد كبير من الطلبه الفلسطينيين وخاصه منهم الغزاويين اللي قاعدين يوميا يخلصوا في فاتوره عدوان الاحتلال. مبدئيا الاعتصام مازال موجود، يكون من هنا لاخر النهار نعرف شنو التطورات حسب موقف الاداره.